من كان في بلاد إسلامية ولكنها تحارب الإسلام وفيها كثير من الفواحش والمنكرات، فهل يجوز لها السفر إلى بلاد الكفار؟ فهل يجوز؟ أعد السؤال. يقول من كان في بلاد إسلامية ولكن يحارب فيها الإسلام وفيها الكثير من المنكرات، فهل يجوز له السفر إلى بلاد الكفر؟ بلاد الكفر أشد منكر، يبقى في بلاد الإسلام ولو كان فيها منكرات لا يستطيع إزالتها يبقى فيها. نعم.